نتكلم ان لاعبي منتخب مصر في سلاح الشيش متالقين بشكل كبير جدا في مختلف هنا البطولات العالميه، احنا نتكلم معاهم عن ابرز كمان انجازاتهم استعداداتهم للبطولات اللي جايه. خلينا نرحب بس في البدايه بضيوفنا عبد الرحمن طلبه بطل العالم في سلاح الشيش والمتاهل لاولمبياد باريس، صباح الهنا، واحمد هشام بطل العالم في سلاح السيف والفائز ببرونزيه كاس العالم لسلاح السيف في فرنسا، صباح الخير عليكم انتوا الاثنين وسعداء بيكم بجد. منورنا جدا، منورنا ومنورين الشاشه وفكره ان انت بطل عالم، يعني احساسك ايه وانت بطل عالم؟ اللقب ده يعني وسن صغير يعني كمان بالظبط كده. طبعا الشغل اللي بتشتغله عشان توصل للمرحله دي كتير، بس وانك توصل فعلا وتحقق الميداليه فرحه كبيره طبعا. خلينا نعرف عنكم أكتر، يعني هبدأ برضو معاك عبد الرحمن، كلمنا أكتر عنك، أنت عندك كم سنة، ابتديت أصلا إمتى تلعب، يعني خلينا نعرف وبعد كده هنجيلك برضو يعني. وفي معلومة أن أنت عايش ما بين مصر وأمريكا، الكلام ده مظبوط؟ أنا عايش في أمريكا وبابايا ومامتي في أمريكا. أوكي. بس فأنا بدأت سلاح هناك وأنا عندي 8 سنين، بابايا فتح نادي بس فأنا قعدت كنت موجود في النادي كل يوم وبتمرن و نادي خاص بالسلاح يعني؟ نادي خاص بالسلاح. هو كان بيمارس الرياضة دي قبل كده؟ بابا كان بيلعب زمان هنا في مصر. اوكي. بس فلما راح أمريكا فتح النادي وأنا خدتها منه وقعدت ألعب. بدأت ألعب. ده كان عندك كام سنة في أول ما ابتديت؟ 8 سنين. 8 سنين، اوكي. وأحمد؟ أنا بدأت وأنا عندي 10 سنين، أنا كنت الأول بلعب سباحة وكورة، كنت بلعب كذا لعبة، وبعد كده جربت السلاح عندنا في النادي. في نادي الصيد فبدات فيه اول من وانا عندي 10 سنين، دخلت اول بطوله جبت اول ميداليه وبسطت بقى بيها فبدات العب لحد ما شاء الله. يعني اول ميداليه في اول بطوله بتشارك فيها كانت تحت 11 سنه في كاس مصر. ورحت للرياضه دي يعني اشمعنى، وخصوصا ان انت مارست رياضه ثانيه، يعني في حاله عبد الرحمن يعني لازم كان يمارس الرياضه دي بطبيعه الحال، انت بقى اخترتها بناء على ايه؟ كنت عاجبني فكره السيف والحته الكومبات اللي في اللعبه، يعني عجبتني الفكره وانا صغير، فلما جربتها لقيت انها يعني ممتعه، اللعبه ممتعه، فبدات فيها بقيت مبسوط انا بلعب، فده عشان كده بقيت مكمل. خلينا نعرف منكم برضو انواع السلاح المختلفه، مش كل الناس فاهمه. انت احمد تلعب سيف صح كده، وعبد الرحمن شيش، ايه الانواع الثانيه؟ هم 3 انواع، سلاح سيف، شيش، سيف مبارزه. بيختلفوا في القوانين، في التارجت بتاع اللمسه، السرعه، في يعني مختلفين في حاجات كتير. والاصابات؟ الاصابات واحده فيهم. ايه اكتر اصابات؟ اصابات واحده هنا. كل زي بعض. يعني انتوا جرى لكم اصابات قبل كده قويه، يعني حاجات سيفير؟ انا الحمد لله لا. يعني انا جالي مره اصابه في ركبتي، دي كانت اكبر اصابه يعني جات لي فيها، قعدت فتره بتاع 3 شهور بتعالج وبعد كده تأهيل. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. طيب عبد الرحمن، عايزين برضو يعني بناء على فكره ان انت عايش في امريكا وبتمارس الرياضه دي هناك وعارف امكانيات ومستويات اللعيبه الامريكان في هذه الرياضه، لو قارنتها بلاعبتنا المصريين اللي انت اكيد التقيت بيهم بطبيعه الحال في منافسات مختلفه او في بطولات مختلفه، احنا فين من امريكا في الرياضه دي؟ بص دلوقتي في سن الكبير طبعا امريكا محتله اللعبه كلها، بس لما تيجي تبص في السن الصغير هنا في مصر واللعيبه الصغيره اللي طالعين، حتى اللعيبه اللي عندها 11 و12 سنه لسه مشاركين في بطوله كاس العالم اللي كانت في مصر من كام يوم، بس لو جيت قارنت السن الصغير اللي هنا والسن الصغير هناك هتلاقي طبعا ان في فرق، وان اللعيبه الصغيرين هنا ان شاء الله هيكبروا ويكون حاجه كويسه جدا. يعني البوتنشال موجود، خلينا نقول موجود في مصر طبعاً. بس يمكن امكانيات تختلف من امريكا اكيد، وهنا ممكن تختلف، بس طالما هنا المدربين موجودين واللعيبه موجوده وعايزه لا في بوتنشال طبعا، وممكن ممكن تحصل حاجه كبيره ان شاء الله. انت بتلعب باسم مصر؟ بلعب باسم مصر. برضو ده اكيد ما كانش يعني متوقع من البعض، ممكن يقول لك انت معاك الجنسيه صح؟ انا معاك الجنسيه. هل كان في اي اقتراح في وقت ما ان انت تلعب باسم امريكا؟ لا انا يعني انا كان في اول بطوله جمهوريه لعبتها في مصر، انا نزلت مخصوص عشانها، نزلت لعبتها عشان كنت عايز ادخل في المنتخب وكنت عايز ادخل في الفريق، بس ما كانش في دماغي خالص ان انا العب باسم امريكا. كويس جدا، ما دي نقطه اوعى.
احنا املنا يعني واضح انه هيوعى فعلا. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان هو من يعني ان هو في سن صغيره بالشكل ده ويجي من امريكا لمصر عشان يشارك في الدوري في مصر عشان هو حاطط تارجت انه يشارك مع المنتخب، يبقى لا مصر حاضره بقوه جواه يعني. صحيح. حاجه جميله وعظيمه. طيب احمد خلينا نتكلم شويه بقى، لان عبد الرحمن تجربته مختلفه، هو في امريكا بيتدرب برضو تدريب اكيد ستايل مختلف تماما، منتاليتي تانية. هنا عندنا نادي الصيد، على فكره انا برضو في نادي الصيد بس ما اعرفش وضع السلاح عندنا ايه هناك والسيف يعني والرياضه عامه. كلمنا اكتر والفكره ان انت وانس ان انت قررت بقى تمارس الرياضه دي بشكل احترافي، ايه كان النواقص، ايه كانت المشاكل، ازاي اتحلت، الدعم اللي انت بتاخده لحد دلوقتي، ايه اللي انت محتاجه كمان بعد كده؟ هو انا قبل كده كنت بتمرن في نادي الصيد، بس الوقت يعني دلوقتي كل تمريني بيبقى في المنتخب طبعا مع الاتحاد. فهو كل التمرين عندنا في المنتخب في الاستاد، عندنا الصاله بتاعتنا بنتمرن كل يوم، عندنا مدربين فيتنس، سلاح، منتل، جهاز فني متكامل، وعندنا كل ده. فبتمرن مع المنتخب وهم موفرين يعني كل حاجه، الادوات، اي حاجه محتاجها عشان ننافس يعني. بتعملوا معسكرات يا احمد؟ معسكرات داخليه ولا خارجيه ولا في الاثنين؟ على حسب البطوله طبعا، بس اغلب البطولات الدوليه هي اللي بيبقى ليها المعسكرات الدوليه. فمثلا يعني البطوله الاخيره اللي شاركت فيها فرنسا كان المعسكر الخاص بيها كان فين؟ انا كان معسكر قبليها الاول عشان كان عندي بطوله قبلها في جورجيا، فكنا معسكرين في جورجيا وخلصناها، لعبنا بطوله هناك وبعدين لعبنا بطوله فرنسا. اوكي حلو قوي. طيب انت ايه اللي فاضل بقى ان شاء الله عشان نقول هتتاهل زي عبد الرحمن بشكل رسمي؟ ايه اللي فاضل لك؟ احنا يعتبر خلاص يعني ان شاء الله ضمننا التاهيل، احنا بس ناقص لنا بطوله واحده. فان شاء الله هي دي بس اللي هتضمن لنا التاهيل رسميا، بس احنا حاليا في موقع مؤهل لحد دلوقتي. كم شخص لحد دلوقتي؟ كم بطل؟ احنا بنتاهل بكل فرقه باربعه. اربعه التاهيل بيبقى فرقه اربعه. اوكي تمام. طيب عبد الرحمن انت اتاهلت بالفعل، بتجهز نفسك ازاي بقى للمشاركه في باريس 2024؟ واحنا يعني اكيد انت سيد العارفين المجد كله بيكون دايما في الدورات الاولمبيه طبعا اكتر من اي بطوله تانية، فبتستعد لها ازاي؟ احنا طبعا شغالين بنسافر معسكرات ما بين يعني قبل كل بطوله، بس فاحنا الفتره اللي فاتت دي شغالين معظم الشغل التكنيكال، بنشتغل بنتمرن كتير، بس طبعا المنتل دكاتره المنتل موجودين عشان فكره البريشر عشان الاولمبيكس دي ما تكونش موجوده وكل واحد يلعب براحته من غير ما يكون عليه ضغط. دي نقطه بس. على فكره مهمه جدا يعني هناك، انت بتتكلم الستاف ده في امريكا ولا في مصر؟ في مصر. في مصر. دي نقطه مهمه جدا علشان فكره ان انا ازاي افصل اللاعب عن الضغوطات اللي بيتعرض ليها اوريدي، انت اصلا مسافر في ضغط يعني من غير اي حد ما يعمل اي حاجه، فدي مش سهله. برضو كلمنا اكتر ايه الاساليب اللي بتعملوها، حابه ان انا المستوى الشخصي عايز اعرف، لان هي بطوله بتبقى العالم الغلطه فيها انت مش بتزعل نفسك او اهلك، مصر بتزعل يعني، فطبعا بتفرق بشكل كبير. انا اكتر حاجه بحاول افكر فيها عشان الضغط ده ما يجيش عليا ان انا ما كنتش بلعب عشان تفوز مثلا. انا بلعب، انا بكون عايز ان انا انبسط في اللعبه، انبسط وان انا افرح الفرقه اللي ورايا واهلي ومصر كلها. بس فان لما العب بالتفكير ده والمنتاليتي دي ده وقتها بطلع احسن لعبه عندي وبلعب حلو. ان شاء الله تقدر تفرح عيلتك ومصر كلها باذن الله. احنا ما اتكلمناش بقى عن الجانب الشخصي عندكم، يعني انتوا يعني بتدرسوا بتشتغلوا بتعملوا ايه، حياتكم ماشيه ازاي في ظل هذا الكم من المعسكرات والسفريات والبطولات العالميه اللي بتشاركوا فيها؟ فعرفونا اكتر على الجانب ده فيكم. تعالى نبتدي بيك يا احمد. انا في مدرسه في ثالثه ثانوي دلوقتي، طبعا هي ضغط كبير قوي مع الرياضه طبعا. يعني بيخلي هي اهم حاجه بالنسبه لي التواظب مع الوقت مع التمرين. وعارف تعمل ده؟ يعني الحمد لله لحد دلوقتي عارف اعمله كويس. بس طبعا يعني بيخليني ابذل مجهود دبل تقريبا اللي المفروض اعمله طبعا. بس ما فيش اكسبشن؟ اكيد بيبقى في اكسبشن برضو مع يعني المدرسه، الوزاره ما بتعملش اكسبشن للابطال بتوعنا في الامتحانات في الحاجات دي؟ ولسه الامتحانات لسه في شهر 6 ثانويه عامه، فلسه ما فيش اكسبشن. الحضور يعني
هو المدرسه مع المدرسه بيبقى بظبطها اكتر شويه ان انا مثلا اروح قليل، بس اكتر حاجه دلوقتي بتبقى اونلاين عشان لو في معسكر او في بطوله فباخد الحصص اونلاين اكتر حاجه. يعني لو ما كانش في اونلاين ما اعتقدش ان انا كنت هعرف. اه بالظبط. انت ناوي تدرس ايه بعد كده؟ عايز تدخل كليه ايه؟ كمبيوتر ساينس. كمبيوتر ساينس. طيب وعبد الرحمن انت في اي مرحله دلوقتي؟ انا في ثانيه ثانوي بس، فبرضه شغال اونلاين ما بين طبعا تمرينتين في اليوم والمدرسه، فالموضوع مش سهل بس هو وقت الموضوع كله تايم مانجمنت. بس طالما الحمد لله لو تمام ظبط الدنيا، بس الدنيا وعارف تظبط الدنيا والبيت بتاعتك كويسه وماشي الحمد لله. ماشي الدنيا كلها ماشيه كويس الحمد لله. كويس هيك بس. طيب كلمونا على المنتخب بقى اكتر، عايزين نعرف فنيات. هل احنا عبد الرحمن انت قلت جمله عجبتني، انت قلت احنا عندنا بوتنشال كبير رغم حتى لو بنتكلم عن ماديات او امكانيات مش احسن حاجه دلوقتي. برضو احنا بنسالك الاسئله دي عشان انت اتعرضت او يعني اكسبوزد اكتر في كوميونتي ثانيه ومنتاليتي ثانيه في امريكا، فعايزين نعرف ازاي انا ممكن اطور اللعبه دي. هي اصلا تطورت الفتره الاخيره بشكل كبير، بس ازاي اقدر اجذب سبونسرشيب اكتر؟ ازاي اقدر اطور البوتنشال اللي بالفعل موجود عشان تتكلم بقى على المستوى العالمي تبقى من الرانكينجز الاولى؟ هو الفكره السبونسرز بتيجي من النتائج، واحنا الحمد لله دلوقتي بنعمل السينيور والجونيور الاثنين بيعملوا نتائج كتير الحمد لله. بس فطول ما يعني طول ما الحمد لله النتائج موجوده والشغل مع الصغيرين موجود، بس يعني كده لما الصغيرين يكبروا برضه هيقعدوا يجيبوا نتائج ان شاء الله والسبونسر هتفضل تيجي، فهي سايكل وقاعده بتلف. في امريكا الدنيا ماشيه ازاي في التفصيله دي، في النقطه دي، فكره السبونسرشيب وفكره الفاندنج اللي بيحتاجه الاتحاد المعني بالرياضه دي؟ في امريكا الموضوع اكبر شويه عشان الاتحاد تمام عنده السبونسرز بتاعته، بس معظم السبونسرز بتكون فرديه، يعني كل اللعيبه الكبار معاها السبونسرز بتاعتها هي، مش انكلودنج قوي الاتحاد. اوكي يعني بشكل فردي بس في سبونسرشيب. في سبونسرشيب لان برضو انت عارف امريكا يعني رياضه سلاح الشيش ما اعتقدش ان هي رياضه من الرياضات الشعبيه قوي في امريكا. لا مش عارف. مش كده برضو؟ لا. طب واحمد انت بالنسبه لهنا السبونسرز برضو في اي كلام على ان ممكن يبقى في سبونسر ليك شخصي لو ان شاء الله تاهلت وخلينا نقول حصلت على ميداليه؟ هو دلوقتي السبونسر بتاعت الاتحاد هي اكتر حاجه، هي اللي بتمول اكتر حاجه الاتحاد. اوكي. في السبونسر طبعا شركه ادوات، البنك الاهلي، الحاجات دي. طبعا مع الوقت بيجي سبونسر شخصي. دلوقتي مفيش. بس جالك قبل كده في اي بطوله حصلت عليها في فتره ما مثلا؟ حاليا لا. بس هو الاتحاد عموما بيوفر كل اللي احنا محتاجينه يعني كسبونسرز، هما السبونسر بتاع الاتحاد بيوفروا لنا كل حاجه. بمناسبه الاتحاد كمان عايزين نعرف منك، وبحكم ان انت يعني مقيم في مصر بشكل دائم فمعرض يعني لو في اي مشاكل غالبا انت هتكون عارف عنها كويس، فايه نوع المصاعب اللي بتواجهوها؟ ايه نوع المشاكل؟ ايه نوع النواقص اللي انتوا شايفين او اللي انت شخصيا شايف انها لو اتوفرت لا هنروح في حته ثانيه خالص في الرياضه دي؟ انا ممكن اقول ان اكتر حاجه فعلا مخليانا يعني صعب ان احنا نتقدم قوي ان الرياضه عندنا مش مشهوره، فاحنا عدد اللعيبه اللي عندنا قليل، يعني عدد اللعيبه بالنسبه للمنتخبات الثانيه قليل قوي بالنسبه لاي دوله كبيره. فدي طبعا مشكله ان عشان اللعبه مش معروفه قوي، الادوات بتاعتها غاليه شويه، فاللعبه عشان كده كل الناس يقدروا يمارسوها طبعا. فعشان كده مفيش عدد كبير، فمفيش احتكاك كبير، فده هي المشكله الاكبر. مش طبعا يعني صعب انها تتحل المشكله عشان يعني زي ما قلت حضرتك الادوات غاليه، اللعبه مش معروفه، الاماكن حتى الانديه اللي متوفر فيها اللعبه مش كتير. فهي دي المشكله اللي بتواجهنا دلوقتي. كل حال احنا بنتمنى ليكم التوفيق طبعا وتشرفونا، لان ده زي ما قلت لكم بجد ده مش انتوا اللي هتبقوا انبسطتوا او اهاليكم هيبقوا براود اوف يو، لا احنا كلنا عايزين ميداليات اكتر، عايزين في باريس النتائج تبقى كمان مختلفه. وبتمنى ليكم التوفيق، واوعى في يوم من الايام يا عبد الرحمن تلعب باسم غير مصر. لا ان شاء الله دايما تشرفنا، وباذن الله يا احمد يعني تطمنا الفتره اللي جايه ان انت تاهلت كمان بشكل رسمي. اتمنى ده ليك كل التوفيق، نورتونا. موفقين ان شاء الله. موفقين، نورتونا. شكرا على وجودكم معانا. خلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل بقى